مسلم، عندك خطيئة الشراهة ولا لأ؟ يعني هل في وقت من الأوقات وانت كان لسه ظروفك على قدها كان في حاجة ما بتعرفش تجيبها ودلوقتي عندك شراهة ليها؟ أكيد أي حد كده، يعني أي حد بيبقى كان إيه؟ نفسه في حاجة يجيبها ولو ربنا كرمه بيجيبها. لا مش فلوس خالص. إيه بقى؟ يعني اللي بيجيب ده الفلوس. يعني مثلا زي كان حلم في عربية كويسة. إيه نفسي. تاني؟ لأ شراهة، بتكلم يعني على شراهة. إيه مثلا؟ إيه ممكن يبقى في بالك؟ إيه حاجة بتشتريها عمال على بطال؟ لبس. لبس. أنا مدمن لبس. 24 ساعة في زارة. ما كنتش إيه؟ 24 ساعة في زارة. في زارة. حياتي زارة. حياتك زارة. روحي زارة. ويعني براند الوحيد المميز ده، بس طبعا في حاجات كتير بجيبها من بره بقى زي ديور وجوتش وحاجات كتير. ما انت دلوقتي قلت اسامي عشان بس الناس هتعلق على اللي احنا بنقوله ده، قلت اسامي مش شبه بعض. لا زارة زارة يعني مش شبه جوتشي وديور. ما بص دي حاجات بره مصر، دي حاجات جامده، بس زارة بالنسبه لي انا اقدر اطلع منه لبس ما تحس ان هو اقوى من جوتشي، لان انا عندي نظره حلوه قوي للبس. زارة اقوى من جوتشي بالنسبه لي انا. اللبس اللي عنده لو فصلت من عند خانة عند زارة ممكن اطلع لك طقم اجمد من عند جوتشي. جوتشي اجمد كبراند. ها انت بتعمل اعلانات لزارة ولا لا؟ والله يا ريت. يا ريت. لا استنى بقى، استنى. انت تعرف ان عمرو دياب ما بيلبسش لبس معين عشان ما يعملش اعلانات لحد، حتى لو كان ايه؟ ماشي عمرو دياب مش طيب ماشي. ها بس انا بحب اللبس، انا بعشق اللبس. انت بتعشق اللبس طبعا. حياتي اللي يعني بالنسبه لي بشوف ان تشتري بكام لبس في الشهر يعني؟ 200. ب 200 ألف اخره. اخره كده ابقى معبط في السعر. ممكن يجي لك وقت تشتري باكتر. ايه يعني ممكن يجي لك وقت كله يبقى هدايا وما تشتريش خالص. انا من الناس المفرطه جدا، يعني من الناس اللي انا بقى والأكل. في اللبس لا في الاكل عادي يعني. الاكل والشرب ما ببصش فيهم ولا بتكلم فيهم، انا اصلا بعمل يعني اكل خفيف جدا مش ما بتقلش. طيب يوم خطوبتك، يوم خطوبتك لبست قميص شيفون. مع ان اللي لبسه قبل كده يعني مثلا احمد سعد لبسه قبل كده، محمد رمضان لبسه قبل كده، اتهاجموا هجوم كبير جدا. ما خفتش الناس تهاجمك؟ انا والله كنت شايفه ستايل عادي، يعني انا قلت تغيير وخطوبه وعادي. تلبس شيفون يعني في الخطوبه يعني؟ انا بحب الحاجات الغريبه، انا بحب الحاجات المختلفه. يعني انا في حفله العالمين طلعت بكابتن بحجاب. لا ولا الحجاب ده كان امتى؟ حجاب ايه؟ لا ده كان ده حجاب. الناس قالت حجاب. لا ده في حفله العالمين كنت طالع بكروب توب، قالوا اللي انا كنت لابس كروب توب. قالوا انا لابس كروب توب وكان عادي. هو كان تصميم كده. تصميم ازاي يعني؟ هو كان تصميم شخص من بره مصر هو اللي بعته لي. وطلعت كده عفس طمك؟ وبحب الحاجات دي، بحب المجنونه دي قوي. عادي ما بتتكسفش، ما بتخافش من هجوم الناس خالص عليك خالص. الهجوم ده نجاح. الهجوم نجاح طبعا. طب والعرق الصعيدي؟ ما العرق الصعيدي ده بقى في الحاجات التانية خالص. الحاجات التانية ايه؟ الصعيدي ده يحط حاجات وحاجات. الشغل يتطلب الـ يعني انت بتعمل كده عشان الناس تتكلم من الاخر؟ لا خالص والله خالص. انا بحب ده. تحب ايه؟ يعني انا بحب اللبس، انا بحب الموضه وبحب الفاشن وبحب. لازم الموضه تبقى هاف ستومك؟ لا يعني لو الموضه تبقى انا ما بلبسش حلقه مثلا. في ناس تلبس حلقان عادي، في رجاله بتلبس حلقه. يعني عمري ما البس. عمرك ما هتلبس حلقه ولا عمري ادق وشم على ايد ولا الكلام ده خالص. امال تلبس هاف ستومك؟ اللبس انا بالنسبه لي يعني عندي حفله جامده فبلبس له حاجه معينه، لكن انا مش بنزل امشي بيه. ده للحفله يعني بس لمتطلبات شغلي. لكن مش بعمل ده في العادي. واللي يهاجمك بينجحك اكتر من الاخر. الهجوم بالنسبه لي ما بردش على الهجوم، لان كده كده الناس لو انت فاشله او ناجحه هتهاجمك.